والإنتاج هن الأساس لبناء اقتصاد أي بلد، ولهيك قررنا نسلط الضوء على أهم المصانع وشرك الإنتاج بلبنان. واليوم رح نستكشف سوا إحدى أكبر شرك تربية الدواجن وإنتاجها بلبنان، شركة ويلكو. هيدي دجاجة الأم أجنبية وشايفة حالها، وليكو شو حلوة ورشيقة. تربية الدواجن بتبلش بصيصان الأمات الأوروبية الأصيلة اللي بتوصل مباشرة من الطيارة للمزرعة. بالمزرعة بتتربى الدجاجة على أعلى معايير الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض، خاصة السلمونيلا، حيث يتم تعقيم كل السيارات الداخلة والخارجة من المزرعة، أخذ حمامين وتبديل الملابس قبل كل زيارة. وبهالمرحلة بيتم حضن البيض وتفقيسه تحت درجة حرارة مناسبة وعناية مثالية لمدة 21 يوم. بعد 30 أسبوع يتم جمع بيض التفقيس يومياً بالمزرعة وأرساله إلى المفائص. ومن بعدها بيتم نقل الصيصان لمزارع الفروج. الحقيقة تركيز ويلكو من البداية كان دايماً على المحافظة على نفس نوعية وطعمة الدجاج أهلنا وجدودنا، ولكن مع مواكبة التقنيات الحديثة والشروط العالمية للإنتاج. ولهالسبب كان تركيزنا على العلف النباتي 100% من دون أي إضافة حيوانية أو غير مسموح فيها، للحصول على الدجاج صحي قليل الدهون وما بيزنخ وقت الطبخ. مواكبتنا للطرق الحديثة بتربية الدواجن وتركيزنا على الأمن الحيوي وصلنا لحتى نكون أول شركة بالشرق الأوسط بتحوز على جائزة راس 400 لكفاءة الإنتاج. هيدي الميزات عم بتخلينا ننتج أكثر من 12 مليون فروج بالسنة بالتعاون مع مربين محليين في كافة المناطق اللبنانية. نحن من أول ما بلشنا ربي دجاج مع ويلكو، كان تركيزنا الأساسي على الوقاية من الأمراض وتحسين الإنتاج، ونقينا ويلكو لأنه العلف 100% نباتي وبيعطينا أحسن إنتاج. بعد ما يوصل الفروج لوزنه المثالي بيتم نقله للمسلخ. عملية الذبح بتتم بحسب شروط الذبح الحلال بأحدث مسلخ أوتوماتيكي بلبنان مبني على أعلى معايير سلامة الغذاء العالمية، مع تنظيف ورقابة بيطرية لكل فروج قبل ما تتم عملية التبريد على الهواء. من بعد التبريد بيتعرب الفروج أوتوماتيكياً بحسب نوعه ووزنه دون لمسه باليد عبر تصوير كل فروج لوحده.
شركة ويلكو حائزة على أهم الشهادات العالمية للجودة والنوعية مثل الآيزو 9001 والFSA وشهادة الهاسب. الأساسي هو أن نوصل الفروج ومشتقاته على الأسواق اللبنانية بأعلى معايير سلامة الغذاء. بسنة 2017 فتحنا أحدث مسلخ للدواجن بالمنطقة، ومن وقتها حصلنا على عدة شهادات لسلامة الغذاء، منهم الآيزو 9001، الهاسب والFSA. دائماً عم نجرب نواكب السوق. بسنة 2018 فتحنا خط لإنتاج المأكولات الجاهزة والمطبوخة مثل الناجت، كوردون بلو، الكريسبي وغيرها. بيتم قلي هيدي المنتجات بزيت عالي الجودة على درجة حرارة 82 مئوية مثالية للتعقيم. بعد تجهيز المنتج بيتم تغليفه بعناية وبتوزع على مختلف الأسواق التجارية بلبنان. صناعة لبنان وإنتاجه هن قسم كبير من هوية لبنان الاقتصادية، لهيك رح نتابع بالحلقات القادمة عرض لمختلف الصناعات المحلية ليطلع المواطن اللبناني مقيم أو مغترب على هذا القسم من هوية لبنان. انطرونا. من 1958 نحن محافظين على ذات النوعية والجودة، ولغاية التاريخ ما عنا إنتاج إلا صنع في لبنان. إنتاجنا كله صنع في لبنان. ما في شركة ممكن تنمى وتستمر من دون ما تحافظ على البيئة وتساهم بتنمية مجتمع. حزنا على جائزة أوديل من الاتحاد الأوروبي سنة 2015 بسبب المساعدات الاجتماعية الثقافية والعلمية يلي بنقدمها لمجتمعنا نسبة لمدخولنا، وبدعم الحكومة الألمانية وأرض من البنك الدولي مكننا من تكرير كامل المياه المبتذلة الناتجة عن مسلخنا والنفايات العضوية الصلبة كمان قريباً. نحن على طول بنشتغل على تخفيض CO2 footprint لنسبة 10% من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وعن طريق عملية التجديد. لهيك زرعنا 10,452 شجرة حول المسلخ وعم بيتم ريها من المياه المبتذلة بعد عملية تكريرها. بكل فخر صنع في لبنان.